الماضي انا ما انبسطت بالسهرة ابدا، لكن ما شفت شو صار، عجقة وخناق وعياط وعالم وما ايه. بس السنة الحقيقة انا عم فكر بتاج العروس، والله عم بيقولولي شغلة مرتبة ونظيفة، بعدين البرنامج يعني عم بيقولوا انه الاجنبي والعربي منيح ايه، وعلى فكرة مو كتير غالية، شو رأيك؟ ايه بنشوف الشباب بنسأله وبعدين هن بيقرروا. اصبح وينك؟ انت بتحكي مع غسان واسامة وحسين وابو علي، ايه وانا جهاد وطارق والبقايا. ماشي ماشي، خبرني شو بصير معك، اللي كم واحد مشان نحجز يعني. اهلين اهلين خالد، يلا مع السلامة. الو اهلين جهاد ابن حلال، والله هلا كنت دايم جيب رقمك اخي، حكيت هلا مع خالد واتفقنا مشان سهرة راس السنة. شو رأيك بتاج العروس؟ لا 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 ما بدنا نروح، ما بدنا نروح هذيك الأمنة، لك اخي ما بدنا، ما انبسطنا هذيك السنة. ايه بلغ جماعتك انت. لا خلاص مو غالي يا حرق اخت العجولة اللي عم تفكر فيهن، لك اخي خلص مو غالي. ايه ايه ماشي خلاص، اهلين جهاد، خلاص بلغن وانا برجع بحكي معك شوف مين ثبت ومين ما ثبت. اهلين جهاد مع السلامة. اهلين. ايه يوسف طمني، شو اتفقتوا مشان السهرة؟ غالبا بتاج العروس. بالله؟ طيب والولاد شو بدنا نساوي فيهم؟ شو بدنا نساوي فيهم يعني؟ يا منبعتهم لعند امك يا امك تجي لعندهم. لا يوسف ماما حرام، يعني كبرت ما عادت مثل الاول، نحن بناخد لياهم احسن. والله معك حق احسن. وين اي؟ ما عم نشرب قهوه؟ بتجي دايل الهاتف دقيقه. كل ما بدك. خلاص ما عاد فيك تقعد ولا ساعه زياده، كان حلو نطلع قدام العالم ولسه السهره باولها. دقت خلاقي دارين، دقت خلاقي كثير، بعدين خيال حسام ما فرقني ولا لحظه. يا يوسف الزلمه مات والله يرحمه وكلياتنا على هالطريق، بعدين يعني هلا اذا انت زعلت عليه رح يرجع من الموت؟ ما رح يرجع. لك انا اللي ما عم بقدر استوعبه انه شلون هيك مات على غفله، يعني يعني اول امبارح كان عم بيحاكيني على التليفون وكان عم بياكد لي انه جاي على السهره، بعدين هيك فجأة بيصير معه حادث سيارة وبيموت. طب بيصير الحكي؟ لك شلون بدك اني انساه بهالسرعة؟ يا يوسف بس ما بيصير هيك، يعني الحي ابقى من الميت وكلياتنا على هالطريق، ما حدا طالع بايده شيء قدام الموت صدقني. ما بعرف بس انا حاسس بالذنب اني اجيت على السهرة. دخيلك، نسهرنا ولا ما سهرنا شو اللي بده يتغير؟ يوسف شو رأيك نروح نجيب الاولاد من عند ماما ولا نتركهم نايمين؟ لا معلش تركيهم نايمين. يوسف شو عم تساوي؟ عم بشطب اسم حسام من الدفتر. ها وليش شطبته؟ شو ليش؟ الرجال توفى، شبنا برقمه. وشو عم تشطب كمان؟ يا ستي عم بشطب اسم ابراهيم الفاضل. اعوذ بالله، ليش هاد كمان ما؟ لك لا فعل الله ولا فارق، شو الحكي هذا؟ بس الرجال هاجر على استراليا وما عاد يرجع هلا، بقى شو بدنا فيه دخيله؟ على استراليا؟ ايه لك كان تصبح على خير، انا ايمنه. انت بخير. لا والله يا خالد السنة مو ناويين نسهر برات البيت، لك أخي عجقة ومشاكل والعالم ما بتعرف بعضها، وهذا اللي بيتقاتل مع هاد وهذا اللي بيتغالظ على هاد، دخيلك ودخيل السهرة. ايه يعني بنسهر بالبيت شو عليه؟ والله السهرة بالبيت أحلى. ايه وبنسهر عندي شو هالشغلة الفظيعة؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكم، بالعكس
هيك بنجتمع وبنوعى على بعضنا وبنحكي لنا كلمتين بندردش لنا شوي، بعدين بالنسبه للمقبلات والاكل لا تهكلوا هم، عندي دارين بتعمل اكل ولا احلى مطعم بكل بلدات. ايه يا سيدي اذا بتجيبوا معكم مو مشكله، بالعكس زياده الخير خيرين. ايه خلص عظيم، معناتها انت بتبلغ اسامه وجهاد وانا ببلغ البقايا. ايه شو علي؟ ايه دكتور هاشم والله بيستاهل، دكتور هاشم بنعزمه كمان. ماشي ما تبلغن وحاكيني اللي شو بصير معك. اهلين خالد، اهلين اهلين حبيبي، يلا سلام. بابا فيني اسهر انا واخي معكم؟ لك تقبشي عظامي انت واخوكي. لك يا بابا انتوا لساتكم صغار على هيك سهرات. يا الله انت بنكبر ونصير مثلكم. لاحق ماما لاحق حبيبتي على السعادة. ايه دخيل هالوش انا. تعرف يوسف مالي عارف انا وين بدي اروح بهالاكل كله. شايف على الشغلة يعني توقعت يجينا ضعف اللي اجوا، بس نصهم اعتذار. ايه والله شايفت لك هالناس عم بينقصوا سنة بعد سنة. طيب شو رايك تبعتي الاكل الزايد لاهلك او لاهلي؟ ما بعرف، بخاف ينقزوا. لا شو ينقزوا، بالعكس احب على قلبهم والله. نشوف. ابو علي ترك الشام وراح سكن برا وما عاد بده يسهر بهالسنه. بلا فواز نقل شغله على غير قبله، دخيلك اصلا من كتر ما عم نشوفه. بلا جهاد فياض ترك هالصرعة كلها وعمل مزرعة عجول، والله أحسن له. يلا سيدي بلا. طارق يا حبيبي طارق، ليش عادي يرد علينا؟ بلا دخيلك، وين كنا وين صرنا؟ سامة برو ثلاث مرات دقينا له ما رد، مو معروفة وين أرضي. بلا يا سيدي. أيمن لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يشفي. والشرطانة الأجنبية أنا وصيت لبنى عليها، هي عندها لأنه مجموعة كتير حلوة. حبيبتي غالية خلصيني صلي ساعة عم بستنى. احكي عن الموبايل. بدي احكي على الثابت أنا. طيب طول بالك شوي. غالية حبيبتي خلصيني بدي احكي على التليفون إذا بتريدي. استنى شوي هلا. حبيبتي ماما ليلى خليها تزوق شوي على دمها. شو بدك شرطان؟ سحر حبيبتي حاكيكي بعدين. يلا باي. هاي فضينا لك التليفون استاذ، عجبك هيك؟ اختصرنا لك الحديث. دخيلك انت وتليفونك اللي ما بيخلص. وين لاسلكي؟ ليكو بابا ليكو تعال. شكرا بابا. اهي يا حبيبي. الو الو مرحبا، كيفك فادي؟ كيفك حبيبي؟ ما قلت لي شو راح تسوي مشان حفله راس السنه؟ والله ما بعرف، ما بعرف. تيال يا سيد تيال. ماما رفقاتي بده يجوا يسهروا عنا براس السنة، شو رأيك؟ شو رأيك بابا؟ ايه معلش بابا ما في مشكلة جيبوا، في مشكلة داري؟ لا طبعا ما في مشكلة، لو سهلة ماما في جيبوا. ايه فادي حبيبي مشي الحال.
لا 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 مشي الحال كله تمام. مين برأيك مين بدنا نعزم؟ بدي اطرقك نية تانية يوسف. لسه بدك تنزلي كمان؟ لا خلص. وهي رح تغلبيني مرة تانية. لكان امسكي هي. لك لا هي راكبة دي. شو يوسف ليش رجعتها؟ راكبة راكبة عندك هي ما بصير. لا رجعها يوسف نزلت ما بصير طالعة مرة تانية. ايه علينا شو عم بلعب معك؟ نزلها يوسف. هي راكبة عندي يوسف. صار بدنا نظارات والله. ماما خلص العصير خلص العصير على الطاولة بدنا عصير جديد. يا حبيبي افتح البراد في قلب عصير. ماما حبيبتي لو مين بيجي فورا ما بيحبنا بيجي فورا يا عيني ماما. قد ايه صارت ساعة؟ ساعة شو نص؟ ماما الله يخليك ما بتقوموا بتسهروا معنا شوي؟ ايه بابا تقعدوا معنا نص ساعة نتونس فيكم. لك بابا شو بدكم فينا؟ انتم شباب على بعضكم. خلينا نحن عم نلعب شبي هون عبدالنا وقترنا. الله يصلحكم. طيب ليش ما رحتوا وسرتوا مثل ما كنتوا تساووا من زمان مع رفقاتكم؟ وين بدنا نسهر يعني يا ابني؟ ويكون مع مين؟ كل واحد من رفقاتنا اخذ طريق لحاله والتهم مشاغله. روحوا بابا روحوا روحوا سهروا الله يبسطكم ويرجيكم ايام احلى من ايام. الله يخلي لنا اياك يا بابا. صباح الخير بابا. اهلين بابا صباح النور. ان شاء الله كل عام وانت بالف خير يا احلى قلب الدنيا. لك وانت بخير يا احلى عروس. لك الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي ويخلي لي اياكي يا رب. شو عم تعمل بابا؟ بابا عم بنقل هدول الاسماء للدفتر الجديد لانه هذا الدفتر قديم كثير ويعني قلت لحالي باسمه ما عندي شيء لانه له نقعد سله فيهم. هات لعمل بابا. ايه الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي. بس بابا الاسماء اللي مشطبه بالاحمر بلاها شايفه هدول اللي مشطبه بالاحمر بلاها. ليش بابا؟ يعني بابا لك ما في شيء بدون بهالدنيا. مثلا يعني هاد اعطاك عمره من شيء 10 اشهر. هاد الحقيقه ما عاد سلمت عليه ولا عاد سلم علي فشو بدنا فيه يعني بلا. هاد ارجيني لشوف مين هو. جهاد فياض. مين هو جهاد فياض؟ والله نسيت يا بنتي. اشطبي اشطبي. هاد ايوه اسامه برو. ايوه هذا كان رفيقي يعني وقت كنا صغار بس من وقت انتقل على حمص ما عاد سمعت عنه شيء واكيد ما عاد يرجع يحكي معي. اشطبي اشطبي بابا. لا حول ولا قوه الا بالله. طب شو هذا بابا؟ ارجيني لشو؟ الدكتور هاشم المالح. ايه هذا الدكتور اللي كنت اخذكم لعنده وقت كنتوا صغار انت وسمير بس هلا ما عاد بلزوم كبرتوا. اشطبي بابا اشطبي. بابا شو يعني هالاسم؟ بابا هي مو اسم هدول كانهم حروف سين ميم حروف. ايه بعرف بابا بس يعني شو يعني سين ميم؟ والله ما عاد اتذكر. اشطبيهم اشطبيهم دخيلك. ليكون هالاسم بابا. بابا اشطبيهم خلص مشان الله لا تضايقي لي خلاقي. خلص بابا قومي اعملي لي قهوه قومي. على عيني. بس بدي اعرف شو يعني سين ميم. ها اهلين اهلين عمي ابو سمير. الله يرضى عليك اعطيني هالطلبيه. طول بالك مالك شايف الزباين؟ شو القصه اليوم؟ ليش هيك عجقه على غير العاده يعني؟ الليله راس السنه شو مالك دريها؟ لا والله. ان شاء الله كل عام وانت بخير، طول بالك بس دقيقه.
مرحبا، كل عام وانت بخير. وانت بخير يوسف، بس يعني شو في؟ قال الليلة راس السنة. لك ايه صحيح يوسف، ابن بنتي مصطفى اجى اليوم الصبح وعايدني، بس بتصدق يا يوسف اني نسيت؟ يا لطيف يا لطيف يا ام سمير، شلون عم تمرق هالايام؟ معقوله شلون مرقت هالسنه وما حسين عليها بنوم؟ يوسف بس هالسنه العمر كله عم بيمرق وما عم نحس عليه. فظاع على القصه. اخ يا ابو فاصل، سلامتك. معقوله هلا عمر الواحد منا صار فوق ال70؟ يوسف انت عمرك فوق ال70 تصطفي يوسف، بس انا بعدني بال40. ايه انت لساتك 40 سنة، اصلا انت من 30 سنة وانت واقفه على 40 سنة. صدقي يا ام سمير انه انا صار لي اكثر من شهر ونص اي مراء الرزنامه. شو عم اقول لحالي؟ يعني دخيلك، شو رح يفرق هاليوم عن اللي قبله او اللي قبله؟ اخ يا مفاصلي، شوفي هي اخر ورقه دخلك، شو فرقت عن هي الورقة اللي قبلها أو الورقة اللي قبلها؟ آخ هالعمر كله ما عاد له طعمة يا أم سمير. طيب طالما عرفت إنه اليوم ليلة رأس السنة، ما بدك تهني رفقاتك يا أبو سمير؟ يعني مو حلوة ما تهنيهم. مين رفقاتي؟ إيه ما بعرف، قوم هاد دليل التليفون لحتى نهنيهم. دليل؟ وينو الدليل؟ ليكو هيدي. يا خلتي والله يا ام سمير، لازم نلاقي غير البيت، وصار كبير كتير علينا وعم بتعب من المشورة الروحة والشي. ايه والله الحق معك. اخ يا مفاصلي، خي اقري انتي نظاراتي جوا، ما رح روح جيبهن هلا. الدكتور محمد سالم عبد الرحمن، قلبية داخلية. يا لطيف. الدكتور فاروق عبد العزيز، بولية بروستات. بولية ينذكر معي نعم. الدكتورة فريال مرقدة، صدرية وعظام وروماتيزم. هلا شو بدنا بصفحة الدكاترة؟ عم يتيلي على قلبي. شوفي الصفحة اللي بعدها. ايه على عيني يا ابو سمير. مستشفى دار الشفاء، مستشفى الأمل، مستوصف الشرق، مستشفى التوفيق. يلي بعدها. ايه اللي بعدها مشطبة. طيب يلي بعدها. اللي بعدها ايه كمان مشطبة. Thank you.
ما في ولا اسم؟ اي والله ما بعرف، خد شوف انت لشوف. هاتي 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 نظاراتك هاتي. ايه تفضل. الله يلعن ابو الكبر وساعته. اي كأنه نظري احسن من نظري. هاي ليكو، هاي اسم ابو خالد الدومري. شلون ما شفتيه؟ اه شلون؟ ايه ما بعرف، ما شفته. شو بيعرفني كيف ما شفته؟ اصلا مكتوب الاسم باخر الورقه ولون القلم فاهي كتير. ايه والله صار لي زمان ما شفته، صار لي اكثر من 5 شهور من اخدان خاطر ابو ربيع الله يرحمه. لو متصل فيه اسمي سكرته. يلا بعيد عليك مرة. آخ يا مفاصلي، آخ آخ آخ، والله هلكتني هالمشورة. ألو مرحبا، بالله بقدر أحكي مع أبو خالد؟ الله يخليك. ما بيقدر يحكي؟ خير خير ان شاء الله. مشلول؟ لا 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 حول ولا قوة الا بالله. شو هالحكي؟ طيب طيب عمو معلش، فيني اقدر هيك شق عليه ولو شوي؟ ايه معلش عمو معلش، حتى لو ما حس علي. اهلين اهلين عمو، الله يخلي لي اياك. اهلين حبيبي، الله معك، مع السلامه.
عبد الغني قوم تعال عندي فورا، تترك كل شيء من ايدك تجي لعندي بدي اياك. احترامي سيادة وزير، خير في شيء؟ هلا نحن ما كنا نخلص من شكاوي الاهالي ببلدة تبع الحليب. ليش في شكوى جديدة ازعاج سيادتكم؟ لو كانت شكوى واحدة كانت مسألة هانت، بس مو صفحة كاملة كلياتها شكاوي. تفضل شوف بعينك. بلدة نبع الحليم تعيش في العصر القديم، الهواتف معطلة منذ شهر، الشوارع محفرة منذ سنتين، رشاوى على عينك يا تاجر، الوساخ تملأ الشوارع، الجرذان تلعب مع الأطفال، حرائق مفتعلة للغابة القريبة، اللصوص يسرحون في وضح النهار. العمى على القصة، معقول كل هالكلام ينزل بالجريدة؟ سيدي إذا أجيت هلأ ما كان شاهين رئيس البلدية يرد على الشكاوي أول بأول ويبعث لنا لهون على المكتب. سيدي الوزير لقد تمت معالجة الشكوى، يرجى أخذ العلم. صحيح سيدي، هذا يلي كان يصير دائما. وهلأ شو صار؟ أنا بدي أعمل تحقيق لحتى أعرف مين الصادق من الكذاب. سيدي بتحب روح أنا على نبع الحليم وأتأكد؟ لا هالمرة أنا اللي رح أتأكد. كيف سيدي؟ رح أروح بنفسي على نبع الحليم وأتأكد من الأهالي عن قرب. هذا أنسب حل سيدي. إمتى ناويين تعملوا هاي الزيارة؟ إن شاء الله بهالكم يوم. مرحبا أستاذ شاهين. أهلين أستاذ عبد الغني، أهلا وسهلا فيك. لك وينك يا رجل؟ إلنا زمان ما شفناك ولا سمعنا هالصوت الحلو. اسمعني منيح هلا وبلا هالمجاملات، سيادة الوزير بده يزوركم بهالكم يوم زيارة مفاجئة، بقى اعمل حسابك. اهلا وسهلا بسيد الوزير، امتى ما شرف. بس خير استاذ، ليش بده يزورنا يا ترى؟ شو بالظاهر انت ما بتقرا جرايد؟ ما قريت المقال اللي كاتبينه عنكم بالجريده اليوم؟ امبلا قريته استاذ عبد الغني، بس هذا كله حكي حساد ومغرضين. اي والله كله افتراء بافتراء. اسمع شاهين، هالكلام كله لا بينصرف ولا بينعرف. سيادة الوزير بده يجي لعنكم بهالكم يوم وبده يعمل لقاء مباشر مع الناس ويشوف بعينه ويسمع بإذنه يلي عم بيصير. بقى اعمل حسابك على وقت بيكون أفضل. طيب ما بتعرف حضرتك إمتى جاي الوزير بالضبط؟ يعني مشان نعمل ترتيباتنا؟ والله لحد هلا ما بعرف، وبس قدرة رح خبركم فورا. ولو ما لكم عزيزين علي ما بخدمكم هي خدمة. بقى دير بالك ولا تجيب سيرة لحدا بنوبها. لا يا أستاذ عبد الغني، لا توصي حريص، معقول يعني؟ وتأكد يا أستاذ أنا ما رح أنسالكم هالمعروف أبدا. الله يخليك يا سيدي، مع السلامة. مع السلامة. ألو منى، بلغي لي أعضاء المجلس البلدي باجتماع طارئ فورا. أي اليوم الساعة 5. يعطيك العافية. الحقيقة أنا دعيتكم لهالاجتماع الطارئ لأنه قريت من مصادر موثوقة إنه سيادة الوزير رح يقوم بزيارة مفاجئة للبلد. شو بكون عم تتوشوشوا؟ سيدي ممكن نعرف سبب هالزيارة، لأنه ما في بالعادة يزورنا وزير. هو بيني وبينكم في بعض الناس المغرضين بهالبلد باعتين شكاوى علينا للجريدة، شي صار وشي ما صار. قال شو الكهرباء عم تنقطع عنا باستمرار، وإذا أجت عم تجي ضعيفة، إيشو نحن قطعناها يعني؟ وقال شو حفريات مملية الشوارع، إيشو نحن حفرناها ونسيناها؟ وقال شو المجارير سارحة وين ما كان ومعومة البلد، إيشو نحن سطمناها ولا فلتناها؟ وقال شو نحن عم نقطع المي وعم نضر بمصالح الناس، ايش هو علاقتنا نحن اذا ما نزل المطار؟ الشغله بيد رب العالمين. على كل حال استاذنا لا تخاف، نحن امورنا كلها نظاميه وقانونيه 100% وما عليها اي غبار. ايه انا متاكد من هالشيء، ولو متاكد. استاذ هدول المغرضين اللي عم يقرغروا يبعثوا شكاوي لازمهم قصاص وقطع ايد، قص لسان وقطع ايد. طول بالك هلا يا ابراهيم، طول بالك وخليني مرق هالزياره على خير. ولكل حادث حديث. بقى مين بتقترحوا يكون موجود بلقاء الجماهير المفاجئ لسياده الوزير؟ استاذ انا بقترح ندعي المثقفين وهالكم اديب اللي عنا، شو رايكم؟ لا لا شو الاقتراحات؟ ما بتعرف انه هدول بيقروا وبنقوا كتير وما بيعجبهم العجب ولا صيام برجاء؟ والله انا بقترح ندعي التجار والصناعيين واصحاب الحرف، هيك بيكون افضل.
وشلون ركبت معك انه هدول افضل؟ ايه هدول دائما بيشكوا وعلى طول بيقولوا لك السوق كاسد، الضرائب كتيره، عم نخسر من راس مالنا، التموين عجزنا، ومن هاللعيهات. بقى اقترحوا لي غيرهم الله يرضى عليكم. استاذ انا بقترح انه ندعي مخاتير الاحياء كلها، وكل واحد منهم بيجيب وجه او وجهين من كل حاره. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا والله، ولك هدول مبوجئين وكل واحد رح ينبحت شكل على سيادة الوزير. دخيلك حاراتنا مهملة، دخيلك الباصات ما عم توصل، دخيلك ما منشوف من المسؤولين إلا الشرطة والمباحث، الفيران هلكتنا، البرغش دبحنا، شبابنا بلا شغل، ما شفنا كالناس لزبالي من سنة ومن هالحكيات. طيب مين بتطرحوا سيدنا؟ ولا يهمكم، اطمنوا أنا راح أجيب لكم جماعة يمثلوا كل الشرايح، بقى لا تاكلوا هم وحطوا رجليكم وإيديكم بمي باردة. ألو مرحبا أستاذ شاهين، حبيبي سيادة الوزير بكرة جاي لعندكم، بقى دبر حالك، مع السلامة. ويا سيادة الوزير، إن أبناء بلدتنا الحبيبة يرحبون بكم أجمل ترحيب، وإنه لشرف عظيم أن تزورنا لتطلع بنفسك على مشاكلنا التي لم نأل جهدا نحن مسؤولي هذه البلدة في معالجتها بكل الوسائل، مسترشدين بتعليماتكم وتوصياتكم. وها هم ممثلو الشعب أمامك يا سيادة الوزير، فسل ما يحلو لك. وأنتم أيها المواطنون الشرفاء، يا من تمثلون هذه البلدة أحسن تمثيل، كونوا صريحين واضحين، وإياكم ثم إياكم أن تسكتوا عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. إن سيادة الوزير قد تجشم عناء السفر وجاء إلى بلدتنا فاتحا قلبه كي يسمع همومكم وشكواكم، فقولوا ما في خاطركم وقلوبكم دون رقيب أو عتيد، وما أحلى لقاء الصراحة بين المواطن والمسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الوزير جاي مشان يسمع مطالبكم، بل إله شكوى أو طلب يتفضل. استاذ صراحة نحن ما عنا أي مطالب. إيه سكوت سكوت إذا بتريد، أنت احكي عن حالك وبس، لا تحكي بلسان المجموع. بعدين شلون مالكم مطالب؟ لكن ليش هالجماهير جاي لهون بشكل عفوي؟ طيب المطلب بدكن يا عام سيدي ولا شخصي؟ ولك شو شخصي ومخصي أنت التاني؟ سيادة الوزير جاي يسمع بنفسه المشاكل اللي بتهم أكبر شريحة من المواطنين. الأمور الشخصية تركونا إياها لبعدين. أنا بدي أحكي سيدي. أحكي يا ابني أحكي، لا تخاف، شو مطلبك؟ سيدي نحن نطالب بإشارة مرور بشارعنا سيدي. بس؟ بس. هات مطلبك هات. سيدي نحن بدنا المكرة يوصلنا لآخر الخط، مو ينزلنا بأول ويمشي. ولا يهمك، أكيد رح يوصل. سيدي بدنا تغيرون اللمبات الغازية اللي منورة شوارعنا، لأني شفتها نايصة وراح تحترق. راح نغيرهم بلمبات جديدة، ولا يهمك. غيره. سيدي بدنا يعزلونا البلريع اللي بالشوارع، لأنه جاي الشتاء وخايفين تطوف المي علينا. سيدي بدنا ما تنفقد الفراطة، لأنه بدنا نتعذب بالعيد بهالقصة. ولك حاجة بقى العمى ضربك أنت وياه العمى. شو هالمطالب السخيفة هي؟ جايبيني من العاصمة لهون على ملا وشي مشان أسمع منكم هالمطالب التافهة؟ سيدي قلنا لكم ما لنا مطالب، ما صدقتونا. لكن شو قصة هالشكاوى اللي عم تبعتوها للتلفزيون والجرايد كل يوم مثل زخ المطر؟ سيدنا هدول اكيد جماعة حقودين حسودين، ويعني ولهم مقارب مشبوهة. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
وهلا يا شباب راح البعبوع، بقى اطلعوا لي على الباص حتى نطعميكم شاورما. ايه يلا. قربنا نوصل، حاولك. ايش هولي؟ يا حسنة، حسنة، هذا انت هاون، مرحبا. اهلين. خذي هالارنب وجهزي لنا اياه على الغداء. عم بغسل مش فاضية. عم تغسلي؟ اشو انت؟ عم تغسلي لكتيبة جيش؟ كلنا نفرين، انا وانت. بقى شو كنتي سويتي لو كان عنا 10 اولاد؟ عم تعيرني يا طلع اني ما بجيبش اولاد؟ ليش المره اللي كنت متجوزها قبلي اجاك اولاد منها؟ وشو لزوم الحكي هلق؟ انا جايني ضيوف على الغذا وبدي يكون الارنب جاهز، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هلق بو مرعز وبو نايف وبو عدنان بتعتبرهم ضيوف؟ ولك هذول عواطليه وعوانطجيه لا شغله ولا عمله، وطول النهار عم تقضي الوقت معهم على شرب شاي ومتة ولعب ورق ونام للظهر. يا حسنة استهدي بالرحمن وكبري عقلك احسن لك. شو هالحكي الفاضي يا عم؟ عم قلك الظهر بده يكون الارنب جاهز وتحته صحن برغل، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فيش عنا برغل. دبري حالك هلاق، ومن هون لاول الشهر ربك بيفرجها. عيش يا كديش. امنتوا بالله على هالنهار؟ وك يا حسنة قصري لسانك أحسن لك. ها شو هالملافظ الثقيلة هاي؟ العمى يضربك، العمى يضربها، العمى. وهي ترنيب بس. يا هلا يا هلا بالحامل والمحمول. يا هلا. شيلوا هالشدي، شيلوا هالشدي هلا. يلا تفضلوا غمسوا. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالارنب هاد؟ تقول جدي من وين لقطته يا طلع؟ من جنب حرش الكستنو. من 3 ايام مسكت 4 حجلات وقليتهم على عشاء. اما شو طيبين؟ كاني كنت عم باكل بالمنام. وليش ما عزمت؟ بالحقيقه هن صغار شوي وما حبيت اعزمكن عليهن مشان واجبكن يعني. مين قالك؟ ما نحن قبلانين. لك شو هالارنب هاد؟ كانه مش مستوي يا طلع. والله كانه عم ناكل دولاب سياره. يا طلع كانه مرتك نسيت الطبخ بالمره. او بجوز بدها تطفشنا ومش حابه جمعتنا. بدك الصراحة يا طلع، انت مش حمتقدر على مرتك. بتتذكر المرة الماضية كيف خلتنا بلا شاي؟ دايمة. شو دايمة؟ ما حلكن تشبع ولسه بكير يا خيه. يا طلع الارنب ناي ما قدرناش ناكله، هيك نقول لك يعني؟ دايمة. واني كمان دايمة. سلام. الارنب ناي؟ بسيطة يا حسنة، اعملي وكثري لقلك. يعني ما صار إلا بهدلتيني قدام العالم يا حسنة؟ شو علاه؟ طيب بسيطة. قلت لك 100 مرة هذول رفقاتك مثل ذكر النحل، وأنا ما بحب تشوفهم ببيتي. شو هالحكاية؟ وصار لك لسان تحكي كمان؟ من أيمتين كنا والشمس ترقعنا؟
بعدين لمعلوماتك حسنة، هذا بيتي مش بيتك، ومين ما بدي بجيب عليه، مين ما بدي بعزمه، مين ما بدي بغديه، فهمتي ولي ولا عيد وافتيق؟ أنا شايفة أحسن شيء اترك لك البيت وامشي. يعني عم تهدديني؟ عال عال والله حسنة خان وما عم تهددني يا ناس. طيب الله معك، دربني سدن ما يردن. يخرب بيتي يخرب بيتك يخرب بيتك، ما أوقعك العمى 20 سنة واني متحملك انت ولسانك الطويل، وانا كمان متحملتك انت وفقرك وكسلك. وليش متحملتيني يا بعد عيني؟ ما حدا جبرك تتحمل عيني. على كل حال ما صار شيء، كل واحد يروح لحال سبيله وخلصت القصة، وبكره بطلقيك. شو علي؟ طلقني لشوف مين فينا رح يندم. رح طلقك وما رح يسأل عنك، وصدقيني ما رح يندم، ما رح يندم بتاتا. وبكره بننزل انا وياكي عضيع منشوف واحد فهيم حتى يطلقنا ويخلصنا من هالقرف. مش فارقة طلقني. وجكيرة فيكي الليلي الليلي بالذات، بدي نام برات البيت، بدي اشوف حظي وكيفي، بقى نامي يا ستي لحيلك وانبص يا ست الحسن. العمى العمى ما اوقحي، العمى يضرب جوز عيونك ضرب، العمى شو هالمخلوقة هذي؟ بناقش يطلقني. الله يرضى عليك يا ابني، ظهر انكسر والهم دوبني، خد ليلى بنت ضيعتنا بترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني. السلام عليكم ابو شريف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدك زواج ولا وفاة ولا ولد ولا دفتر عائلة ولا اخراج قيد؟ لا 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 يا ابو شريف، بدي شيء من هذا البلوك. شو بدك لتم؟ بدي تصلح لي حسن سلوك اللي كتبت لي. انت كاتب لي اسمي سالم البحار وانا اسمي سالم النجار. يعني ما مشيش حاله؟ لا لا ما مشيش حاله. بقى يا ابو شريف الله يخليك صلح لي. تكرم عينك. الله يكرمك. خير ابو شريف، كان اخلاقك ضيقاني يعني. ولك كيف ما بدي تضيق خلاقي؟ من شهر ما فات لجيبتي قرش واحد. ولك شو الضيعة المنحوسة هي؟ لا عد حدا تجوز، لا عد حدا اجا ولد. ولك الحاج ابو فرحان ما غيره صار له عزرائيل عم بيعلك ويبسقه 3 أشهر ما كانش يقدر عليه. كأنه هالضيعة ميتة والعوض بسلامتك. لك وين 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 فليت؟ بدكش تعطينا الاجرة؟ بعدين بحاسبك يا ابو شريف. انا بعدين. لك ديه ديه ليش ماشي على بعيد؟ ولك حاجه حاجه تضربه حاج، ما انك شايفه شلون عم يمشي وصحته على قده. عيرينا سكوتك بقى، هذا الحمار حماري، شو بدك فيك قصه؟ ما تتدخليش. شلون ما دخلني؟ مين اللي كان يطعميه ويسقيه، انت ولا انا؟ لهيك طالع راسه يابس وعنيد. ولك ديه ديه يخرب بيتك ما اكسلك قسما بالله، زلحفي بتسبقك. مستعجل والله. طبعا بدي اتخلص وارتاح بقى. انا مستعجلة اكثر منك، حاجتي حاجتي بقى شقة وتعتيق. واني ثاني حاجتي نقو معالج يا عطالع والنازلي. دي دي لا لا هيك ما بمشي حال ابدا ابو شريف. وبعدين مايك هي راهي نانا زبات ولسه ما دفعتي لي حقه. بس انا بتذكر اني اعطيتك دفعه. شو اعطيتيني؟ اعطيتيني 50 ليرة دفعه حبيبي. اذا ما مايك كملي لي حق الزبات شلهي انا بدبره. وبيهون عليك صاحب مكتب تسهيل معاملات مثلي يستقبل الزباين وهو حفيان يا خواجه كريكور؟ وانت بيهون عليك واحد صاحب مكتب تسهيل معاملات مثلك ياكل مصاري على خواجه كريكور؟ لك اني بديش اكل حقه عليك يا خواجه كريكور. سوينان بس تسمع حدا بالضيعة مات او حدا بده يتجوز او جاي ولد، تعال وبشرني واني بعطيك حقه على الكامل. يا حبيبي ايش يا قديش
السلام عليكم. قال فاستنى قال سؤالك يا جاي وينك انت؟ سلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حضرتك أبو شريف؟ نعم أنا أبو شريف صاحب مكتب تسهيل المعاملات زواج وفاة ولادة إلى آخره. تفضلوا تفضلوا. نحن بدنا نطلق. مين بده يطلق مين؟ أنا بدي طلق حرمي هذي. وأنا كمان بدي طلق هذا الرجال. وصلتوا بس بدنا نفهم أسباب الطلاق. اسكت يا ولي. انا بحكي. مرتي حسنة هي اللي شايفها قدامك ما بتحبش الضيوف وبتكره الكلاب بعد واكلها مالح مش مستوي ولسانها ابي فتش لحلقها ابي فتش. واذا بدي منها شغلي وما عجبتهاش شو بتقلي؟ ما بتقليش شي ما بتردش علي. بعدين ما بيحليلها تكسر حطب الا واني نايه. يخرب بيتها وكل ما شافتني فاضي بتقلي روح جيب مي روح جيب مي روح جيب مي وكسرت لي جرطين لحد هلق جرطين. بالواقع اسباب وجيهة للطلاق. اسمع لقلك اسمع. هذا جوزي اللي شايفه قدامك بيحبش الشغل وطول نهاره يا اما عم يتصير يا قاعد عم يشرب شاي ومتى ويلعب بالمنقل مع رفقاته. وبعدين مخاره كبير وإله ريحة رجلين وبيشخر هو نايم وبيضله بيصرخ وبيعيط فيني. بالواقع أسباب وجيهة للطلاق. يعني بالمختصر المفيد منقدرش نعيش مع بعضنا. معكم حق هيك عيشة ما بتنطاق. أتنطقش أتنطقش نهائيا. بقى عمال معروف بسرعة وطلقنا يا أبو شريف. على عيني. بس قبل ما طلقكم في شغلة صغيرة بدي قلك ياها. شغلة صغيرة؟ شو هذي؟ أجرة الطلاق 500 ليرة. ها؟ قديش؟ 500 ليرة وهيدا عامل تنزيلات 30%. قبل بشهر كانت 800. بقى معكم 500. بس أنا يا أبو شريف أما عيش غير 70 ليرة. بقى لا رح أعطيه 50 لأني بدي أشتري ب20 ليرة شعير للحمار حتى يرجعني على البيت أجلك. 50 ليرة؟ روح عمي روح روح العب بعيد. هدول ابي طلقوش خنفسي. روح دبر 500 وارجع لعندي. قال 50 ليرة. قال قومي ولي قومي. قعدت على الخيب ونايم. يا هلا يا اسلام. اي بطار. يا هلا يا هلا يا هلا. وعدنان ونايف. هلا هلا بطلع تفضل. هلا معكم 500 ليرة؟ نعم 500 ليرة. انا ما لقيت بجيبتي 500 ليرة من سنة. وانا ما لقيتها من سنتين وازود. وليش بدك ال 500 ليرة على غفلة؟ بدي طلق حسنة وأبو شريف ما رضيش يطلق لي إياها إلا ما يقبض 500 ليرة. والله إذا بدك تطلقها بس من شان شغلة الأرنب تستاهل. بس صدقني معيش. وأنا لو معي 500 ليرة كنت طلقت مرتي. الله يرضى عليك. بدي منك 500 ليرة. شو عم تقول ماني سامع؟ 500 ليرة لازمتني ضروري. وليش بدك ال 500 مضروبة؟ بدي طلق حسنة. يا ريت معي 25 ورقة بتاخدها؟ 25 ورقة؟ ايه؟ رد على جوعتك. 25 ورقة. شمتاني مش هاي؟ بسيطة يا حسنة بسيطة.
ديه 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 امشي بلك امشي بلك امشي دفاك ضربة اخلع رقبتك امشي. قال 500 مضروبة قال. بدي اروح على سوق الدواب. شو بدك تساوي هني؟ بدي بيع الحمار. وقف وقف، شو تبيع الحمار؟ ما في تبيعه. هذا حماري وانا حرفي. عم اقول لك وقف وقف. وهي وقفت. شو بدك ست حسناء؟ خد هاي ال 500 ليرة. ومنين جبتيها هذه؟ لا تخاف ما سرقتها، من سنتين بعد شقفة القماش اللي جابت لي اياها معاها امي لما رجعت من الحج. وليش ما قلتي لي؟ وليش حتى اقول لك؟ مشان تبعزق فيها مش هيك؟ بسيطة يا حسنة، عم تخبي علي كمان؟ شو عليه؟ منيحة اللي ظهرتي على حقيقتك. تعي تفضل يا ابو شريف، هاي ال 500 ليره طلقنا بقى. تفضل ادخلوا. اعطيني هويتك. تفضل. وهذه الهويه. اعطيني هويتك. معيش هويه. تفضل. شو هاد؟ هاي الورقة أعطاني إياها الشيخ سعيد بعد ما كتب كتابي على طلع من غير اليوم. يعني هذه الورقة أبيمشيش حيلها؟ كيف أبيمشيش؟ بيمشي ونص. يلا لشوف، حط وشك بوشها، قل لها أنت طالق. حسنة بنت برهوم الحسين، أنت طالق. وانت كمان قولي له انت طالق. وانت طالق. مبروك. تفضلي. هاي ورقتك. تفضل. هاي ورقتك وهي الهوية. يسلموا ديتك. وهلا شو بدنا نسوي يعني؟ يعني شو بدكم تساووا؟ كل واحد بيمشي بطريقه. بسيطة، ماشي الحال. وين بدك تروحي هلا انت؟ بدي روح لبيت خي مصطفى بوادي الكينة. طيب اطلعي وصلك بس على المفرق، لانه بطريقي. اطلعي. بديش، بروح لحالي، بروح مشي. لك تعالي، صارت الدنيا شاوب، لا تكبريش راس. تعالي ولي. وين وين؟ وين رايحين مع بعض؟ لشو فيها يعني؟ ابي صيرش هيك، انتوا اتطلقتوا. تعالي ولي. بدك تروحي لعند اخوك مصطفى؟ لك وين بدي اروح؟ ليش ما تروحيش لعند اخوك حسين؟ اخي حسين عنده 7 اولاد ومرته ما بتحبنيش، وبعدين بيته صغير. طلع انا نسيت حط مي للجاجات. بس ارجع على البيت بحط لهم. اخوك مصطفى قلتي لي كان يعذبك لما كنتوا صغار مش هيك؟ مظبوط. وكان يخلصني الخرجية اللي يعطيني اياها ابوي الله يرحمه. طلع. نعم. اذا جعت انا تاركة طنجرة البطاطا والخبز بالنملية، ابقى صب وكل. أه
أخوك مصطفى شو عم يشتغل هالأيام؟ آخر شي بعرفه إنه عم يشتغل بالمقلع. أنا نشر ورق الملوخية على السطح، أبقى نزلهم وحطهم بكيس خيش، بيلزموك بالشدة. أكيد رح تملي عند أخوك مصطفى. بجوز، ما بعرف. طلع؟ نعم. مش بقيان بالبيت غير أربع تغرفة، أنا خبزت وعجنت مبارح. أنت بتعرف تخبز وتعجن؟ أنا؟ الله يسامحك، ليش ما بتعرفيني أنتي؟ طيب، طيب شو رأيك؟ روح معك على البيت، بخبز لك وبعدين بروح لبيت أهلي. يا ريت، يا ريت يا حسنة. بس نحن مطلقين. دي 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 السلام عليكم ابو شريف. عليكم السلام، شو شايفكم رجعتوا؟ اي والله يا ابو شريف، لانه انا وحسنة بطلنا نتطلق. شو بطلتوا وما بطلتوا؟ انتوا هلا مطلقين رسمي. بس انا وحسنة اتفقنا نرجع لبعضنا يا ابو شريف. شو الشغله، لعبوا اولاد صغار؟ انتوا هلا مطلقين رسمي، كل واحد لازم يروح بحال سبيله، هيك الاصول. يا ابن الحلال دبرها بمعرفتك، نحن ما بنقدرش نعيش بدون بعض يعني. قل اما هي سمع، مين قال كنت تطلقوا لكين؟ شو بيعرفنا؟ ساعه نحس. والله يا عمي رجعتكم لبعض صعب كتير يا طلاق. ايه وبعدين؟ رجعتكم لبعض بتكلفكم 500 ليره. بس نحن يا ابو شريف دفعنا لك 500 ليره. هي اجره الطلاق حبيبي، الرجعة بدها 500 ثانية. بس نحن أمعناش 500 ليرة. والله بهالحالة بتكون تضلوا مطلقين. شي وإذا رجعنا على البيت مع بعض شو بيصير يعني؟ يا لطيف يا لطيف، بدكن شرطة الأخلاقية تمسككن وتحطكن بالحبس. بس حسنة مرتي. كانت مرتك. طيب يا أبو شريف تقبرني، أبي يمشيش الحال بلا 500؟ صدقني ما بيمشيش الحال. لا حول ولا قوة إلا بالله. روحوا دبروا 500 وتعوا حتى رجعكم لبعض. طيب قولوا إن شاء الله. بسيطة، تفضلي تقبرني. تفضلي يا حبيبتي. شو بدنا نسوي؟ بدنا جاي 500 عم بقول. ما في 500 دخلنا عليه ما الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله دايما يا حلوي. صحتين عقلبك يا تقبرني. الله يخلي لي إياك ولا يحرمني منك. صحيح، كنت بتقدر تعيش بلاي يا طلع. لا، مين قال هالحكي؟ بدك الصراحة، والله العظيم ما كنتش بقدر أقعد بلاكي ولا لحظة وحدي. لكن كيف طلقتني؟ خلاص خلاص يا حسنة، تقبريني خلاص. ساحة نحس، ساحة نحس. وهلق من وين بدك تجيب المصاري لابو شريف؟ انت ولا يهمك يا حسنة ولا يهمك. اذا بدك تبيع الحمار بيعه. لا، كل شيء الا الحمار، ابقدرش استغني عنه يا حسنة، بقدرش. يا ريت معي شي محرز حتى بيع. انت استريحي ولا يهمك، انا بتصرف. شفتك يا جبنا عالبيدر. ارفعوا ايديك لفوق طولان لفوق. امرك امرك امرك، بس اتأذنيش ربي يوفقك. لفوق كمان ولا لفوق؟ لا لفوق. هات لشوف شو في معك مصاري عند. صدقني امعيش امعيش. ايش كذاب كذاب، طالع شو معك مصاري بسرعه،
بسرعة يا عم قلك، ها ولا بخلي هالرصاصة تلعب براسك لعب. لا 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 لا، دخيلك دخيلك كرمال الأرض. تفضل، هذا كل اللي معي. لفها وحطها ببوز الباروني. يلا دير وشك على الحائط. لا تتحروا، عدل 500. يلا نشوف، بدي اسمعك. ها يلا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11. السلام عليكم. شو هاد؟ أعوذ بالله، شايفكم مع بعض. معلم، هذه مرتي حسنة وهذا جوزي طلاق. لا حبيبي لا، ما حزرت، حسنة كانت مرتك وانت كنت جوزها، وإسا انتم مطلقين، فهمتها ولا لسه؟ كنا مطلقين وجايين هلأ تتردنا لبعضنا. جبت 500 ليرة بالأول؟ جبت إلا جبت. ومنين جبتها؟ أولاد الحلال كثار. هات هات شو؟ لا لا يا أبو شريف، أبتخذهاش لنرجع لبعض مثل الأول. هيدي بسيطة، حط إيدك بإيدها. طيب. وقل له يا حسنة أنا بحبك من كل قلبي ورايد إنه نرجع على سنة الله ورسوله. أنا بحبك يا حسنة، بحبك من كل قلبي ورايد ترجعي لي على سنة الله ورسوله. وأنت طلعي بعيونه منيح وقلي له أنا بحبك يا طلاع من كل قلبي ورايد ترجع لي على سنة الله ورسوله. وأنا بحبك من كل قلبي، من كل قلب، وبدي اياك ترجع جوزي مثل ما كنت على سنة الله ورسوله. خلاص خلاص، هلق رجعته مثل الاول. هات ال500 تشوف. تفضل هاي ال500. بس اكيد رجعنا مثل الاول. رجعته. كسب كسب، طالع شو معك مصاري بسرعه بسرعه يا عم قلك، ها ولا بخلي هالرصاصه تلعب براسك لعب. لا 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 لا، دخيلك دخيلك كرمال الأمر. تفضل، هذا كل اللي معي. لفها وحطها ببوز الباروني. شو يا ابو شري، ما عجبتك ال500؟ لا لا لا، عجبتني. إيه إلا عجبتني. خاطرك. مع السلامة. دبرت حالي، شو بدك يا أنا؟ نظل مطلقين يعني؟ لا، بس مو هي الخمسمائة ليرة اللي أعطيتك إياها مبارح؟ مزبوط، وإذا بدك برجع لك إياها مرة ثانية. لا لا لا، يعوضنا الله، بيكفي إنه رجعنا لبعض وراح تساعد النحر.